السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة هنشوف غرزة حلوة قوي من أحلى وأقيم الغرز على المجهولات خاصة الشتوية، غرزة زهرة اللوتس. الحقيقة جات لي عليها طلبات، وكل حبايبي وأصدقائي اللي بعتولي طلبات على غرز معينة سواء على صفحة الفيس أو على الماسنجر، إن شاء الله هحاول إن أنا أنزلها تباعا كده بإذن اللي ورا بعض. عشان نشتغل الغرزة طبعا هنحتاج لأي خيوط متوفرة عندنا وهنشتغل منها القطعة، وكمان لإبرة مناسبة لسمك الخيط اللي هشتغل منه. أنا هشتغل من خيوط متوسطة السمك بالشكل ده كده، وهستخدم إبرة رقم 4 مليمتر. زهرة اللوتس من مضاعفات العدد 4 زائد 2، ده معناه انه ارتفع على سطر البداية من مضاعفات العدد 4، وبعد ما بخلص المقاس بتاعي بزود غرزتين. فهعمل حلقة بداية بشكل طبيعي، اسحب 1 2 وشد طرف الخيط، وهرتفع كنموذج نشتغله مع بعض ب20 سلسلة زائد 2، يعني اجمالي الغرز اللي هشتغلها على الدور الاول 22 غرزة. هعمل ايه؟ اعد 1 2 3 4، وهرجع اكرر مرة تانية 1 2 3 4، وهكذا بكرر من مضاعفات العدد 4 لحد المقاس اللي انا محتاجاه. رفعت بيه 20 سلسلة كنموذج هنشتغله مع بعض من مضاعفات العدد 4 زي ما اتفقنا. بعد ما بخلص العدد بتاعي كده هزود سلسلتين 1 2 بالشكل ده كده. بعد كده على الدور الاول هبتدي من اول غرزة، يعني اول غرزة تحت الابرة على طول هفوتها، ومن تاني غرزة هشتغل غرزة حشو بسيطة، بدخل اسحب الخيط معايا حلقتين هخرج منهم، وهكرر الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو من نفس الغرزة، وهكرر على مدار الدور كله ولحد النهاية. السطر الاول كله هنشتغل قاعدة من غرزة الحشو. وصلت على النهاية بغرزة الحشو فوق كل غرزة، تقريبا اخر غرزة على الدور بالشكل ده كده شايفين. هبتدي دلوقتي ارتفع على الدور التاني ب3 غرزة سلسلة 1 2 3، هلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده، وهبتدي اعد 4 غرز. شايفين الغرزة الاولى، هعد من بعدها من اول الغرزة رقم 2 1 2 3 4. في الغرزة رقم 4 دي وهشتغل غرزة بف مكونة من 3 لفات، بلف الخيط على الابرة كده وهدخل على الغرزة رقم 4، اسحب الخيط واشد وارتفع بايدي شوية كده ارخي الخيط، وهحتفظ بالحلقات معايا على الابرة. هكرر بلف الخيط على الابرة للمرة التانية وادخل في نفس الغرزة، اسحب الخيط وبرضو برخي ايديا كده اللفة التانية، وهسحب اللفة التالتة بنفس الطريقة، بلف الخيط على الابرة ادخل اسحب الخيط وارتفع نفس الارتفاع. انا كده سحبت 3 لفات على الابرة، هبتدي اسحب كل اللفات اللي بقت معايا كده ما عدا الحلقة الاخيرة. شايفين دايما هنلاقي الحلقة الاخيرة لوحدها كده، فهسحب كل اللفات ما عدا الحلقة الاخيرة. تمام، هيتبقى معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو بالشكل اللي احنا شايفينه كده. بعد كده هرتفع ب3 غرزة سلسلة 1 2 3 في نفس مكان غرزة الباف في نفس الغرزة، وهرجع اشتغل نفس غرزة الباف المكونة من 3 لفات، بلف الخيط وادخل اسحب ورخي ايديا، ادي اللفة الاولى بنفس الطريقة، اللفة التانية بنفس الطريقة، اللفة التالتة، وكل الحلقات بحتفظ بيها زي ما احنا شايفين كده. هخرج من كل الحلقات بعد 3 لفة ما عدا الحلقة الاخيرة بالشكل ده كده. بعد كده الحلقتين اللي بيتبقوا معايا بشتغلهم غرزة حشو. شايفين اتكونت معايا الزهرة، وهكرر كده على مدار الدور كله، كل رابع غرزة بشتغل غرزتين بف ما بينهم 3 سلاسل. فهكرر من بعد الغرزة اللي اشتغلتها كده، بعد 1 2 3، وفي رابع غرزة هلف الخيط على الابرة واشتغل باف مكون من 3 لفات، ادي 1 شايفين برخي ايديا لفوق، هلف الابرة 2، هلف الابرة وهدخل للمرة التالتة والاخيرة. خدت 3 حلقات على الابرة بالشكل ده كده او 3 لفات، هسحب كل اللفات ما عدا الحلقة الاخيرة، وبعدين بيتبقى معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو. تمام، هرتفع ب3 غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هرجع اشتغل من نفس غرزة الباف، بلف واسحب، ادي 1 2
تلاتة، سحبت تلات لفات بالشكل ده كده، هخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو. زي ما احنا شايفين هبتدي أكرر، بعد على الدور واحد اتنين تلاتة، وفي رابع غرزة غرزة باف مكونة من تلات لفات، اللفة الأولى اللفة التانية اللفة التالتة. بعد تلات لفات كده هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، وبعدين بشتغل حشو تلات سلاسل بالشكل ده كده، وهرجع في نفس الغرزة واشتغل من نفس غرزة الباف. واحد اتنين تلاتة، اسحب كل الحلقات، وبعدين الحلقتين اللي بيتبقوا معايا في غرزة الحشو كده، وهكرر بعد واحد اتنين تلاتة، وفي رابع غرزة هكرر نفس غرزتين الباف من تلات لفات ما بينهم تلات سلاسل. ادي الغرزة الاولى تلات لفات، هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الاخيرة، وبعدين غرزة حشو تلات سلاسل، وفي نفس المكان هرجع اشتغل نفس غرزة الباف مرة تانية. واحد اتنين تلاتة، اسحب كل اللفات وغرزة حشو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا قررت على الدور كله لحد ما وصلت للنهاية. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ عندي على الدور متبقي واحد اتنين تلاتة اربعة، رابع غرزة هي اخر غرزة على الدور، فهلف الابرة بالشكل ده كده بعد اخر غرزتين باف بالشكل اللي احنا شايفينه، هلف الابرة مرة واحدة وهروح على اخر غرزة على الدور واشتغل غرزة عمود بلفة اللي هي العمود العادي التلات حلقات، وبشتغلهم حلقتين في حلقتين. يبقى انتهى معايا الدور زي ما ابتدى بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هبتدي دلوقتي عشان ارتفع على الدور الجديد، الغرزة بتاعتي مكونة من السطرين دول، نفس تكرار السطرين، وهفضل اكررهم على باترون الغرزة كلها. فهعمل ايه؟ انا دلوقتي يفترض ان انا هرجع اكرر سطر غرزة الحشو مرة تانية، فمن مكاني على نهاية الدور كده هرتفع بسلسلة واحدة بس، الف الشغل بتاعي، وفي نفس مكان الارتفاع شايفين في نفس مكان الغرزة الاولى كده، هدخل اشتغل غرزة حشو بسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. تمام؟ بعد كده هيقابلني الفراغ اللي ما بين غرز البف او ما بين زهرة اللوتس، شايفين التلات سلاسل اللي كنت بشتغلهم ما بين البف والتانية، هدخل جوه الفراغ ده وهشتغل خمسة غرزة حشو، بسحب الخيط من جوه الفراغ كده وهشتغل غرزة الحشو البسيطة حلقتين وبطلع منها كده. واحد بنفس الطريقة وفي نفس الفراغ، اتنين تلاتة اربعة خمسة، شايفين في نفس المكان واشتغلت خمسة غرزة حشو، وهكرر على مدار الدور كله في كل فراغ ما بين غرزتين الباف اللي هما في التلات سلاسل هشتغل خمسة غرزة حشو. فهنتقل على الفراغ اللي جاي كده واشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تمام؟ على الفراغ اللي جاي وهكرر، بدخل جوه الفراغ أسحب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهكرر على الفراغ اللي جاي والأخير ما بين زهرة اللوتس كده، وهشتغل خمسة غرزة حشو بالشكل اللي احنا شايفينه كده، تلاتة أربعة خمسة. وصلت على نهاية الدور، اصبح معايا الشكل بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هاجي في النهاية علشان يبقى الكيرف بتاعي مستقيم، هعمل ايه؟ على العمود الاخير اللي في السطر، وهشتغل غرزة حشو على تالت سلسلة فوق كده بالشكل ده كده، هسحب غرزة حشو بسيطة من نفس الغرزة، يبقى انتهى معايا الدور. دلوقتي هرجع اكرر من سطر زهرة اللوتس مرة تانية، عشان اكرر زهرة اللوتس هعمل ايه؟ على الدور اللي جاي هرتفع بتلاتة غرزة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده هلف الشغل بتاعي، وشايفين في هنا في الفراغ كنت بشتغل خمسة غرزة حشو، هعد منهم واحد اتنين تلاتة، ودايما هشتغل على تالت غرزة من الخمسة على مدار الدور كله. هرجع اكرر من غرزتين الباف ما بينهم تلات سلاسل مرة تانية، بشتغلهم فين؟ على تالت سلسلة من كل خمسة. تمام؟ فمن مكاني كده على الارتفاع
هعد من الخمسة اللي جوه الفراغ، واحد اتنين تلاتة في تالت غرزة دي، وهدخل اشتغل غرزة الباف اللي كنت بشتغلها من تلات لفات. ادي اللفة الاولى، التانية، التالتة، لفيت تلات لفات كده، هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الاخيرة، بعد كده غرزة حشو. تلات سلاسل ارتفاع، وفي نفس المكان هرجع اشتغل نفس غرزة الباف مرة تانية، واحد اتنين تلاتة، اسحب كل اللفات ما عدا الحلقة الاخيرة وغرزة حشو. اصبح انا قررت من نفس زهرة اللوتس مرة تانية، وهكرر على مدار الدور كله. الخمس غرز اللي معايا هعد واحد اتنين، وفي تالت غرزة هكرر نفس غرزة الباف، واحد اتنين تلاتة، تلات لفات، بسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة. بيتبقى معايا غرزة حشو بشتغلها كده، هرتفع بتلاتة سلسلة وارجع في نفس المكان وأكرر نفس غرزة الباف من تلات لفات، اسحب كل الحلقات غرزة حشو، وهروح اعد من الخمسة اللي جوه الفراغ، واحد اتنين تلاتة، وفي تالت غرزة هسحب غرزة باف، واحد اتنين تلاتة، اسحب كل الحلقات غرزة حشو، تلاتة سلسلة ارتفاع، وهرجع في نفس الغرزة وقرر من نفس غرزة الباف. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، انا بقرر على الدور كله نفس طريقة العمل، مش هغير اي حاجة. فاضل معايا اخر خمس غرز هشتغل عليهم بنفس الطريقة، واحد اتنين تلاتة في تالت السلسلة او في تالت غرزة، وهشتغل من نفس زهرة اللوتس غرزتين باف ما بينهم تلات سلاسل. غرزة الباف الاولى الشكل ده كده، تلات سلاسل، وفي نفس المكان هرجع اشتغل تلات لفات لغرزة الباف الاخيرة الشكل ده كده. يبقى نهيت الدور، تمام. علشان ينتهي معايا الدور دايما بشكل مستقيم، اللي انا بعمله لما باجي على نهاية غرزة الباف او نهاية سطر الباف، بلف الابرة واشتغل في اخر غرزة بالشكل ده كده على الدور اللي هي غرزة الحشو السابقة على الدور السابق. هشتغل ايه؟ غرزة عمود بلف بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هبتدي اكرر من نفس السطرين هما علشان ارتفع لسطر الحشو. هرجع اكرر سطر الحشو تاني، برتفع سلسلة واحدة بس، تمام. الف الشغل بتاعي وهشتغل اول غرزة اسفل الابرة على طول، وبعد كده هعمل ايه؟ في كل فراغ هيقابلني من الثلاث سلاسل اللي ما بين زهرة اللوتس كده، وهشتغل خمسة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهكرر على مدار الدور كله والحد النهاية. على كل فراغ بشتغل خمسة غرزة حشو. على نهاية الدور آخر فراغ بشتغل فيه، ادي الغرزة الرابعة الخمسة، اشتغلت خمسة غرزة حشو. بنهي دور الحشو ازاي؟ على العمود السابق، شايفين اخر عمود في الدور، وهشتغل على السلسلة التالتة منه غرزة حشو اخيرة علشان الكيرف بتاعي يبقى مستقيم بالشكل ده كده. بقى في نهاية غرزة او في نهاية سطر الحشو بشتغل حشو على اخر غرزة، وفي نهاية سطر اللوتس بشتغل عمود على اخر غرزة، تمام. دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، اصبح انا هكرر وعيد من نفس السطرين بدون اي تغيير. علشان ارتفع بسطر اللوتس مرة تانية، برتفع بتلاتة غرزة سلسلة، هلف الشغل بتاعي وهرجع مرة تانية على تالت غرزة من الخمسة، بعد واحد اتنين تلاتة، وكون نفس غرزتين الباف ما بينهم ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وكون نفس غرزة الباف، وهكذا. زي ما احنا شايفين غرزة سهلة جدا. هنعرف ازاي دلوقتي ان احنا نشتغلها من لونين مختلفين، ازاي اقدر ادخل الوان على بعض على القطعة بتاعتي. شايفين انا على نهاية سطر اللوتس، وهنهي الدور بنفس الشكل اللي شفناه مع بعض على النموذج. كنت بشتغل ايه؟ بشتغل على نهاية دور اللوتس كده بغرزة عمود على اخر غرزة، هلف الابرة واشتغل العمود بتاعي بشكل طبيعي في اخر غرزة على الدور، بسحب من العمود حلقتين بس، والحلقتين الباقيين بدخل فيهم لون مختلف. كل مرة عايزة ادخل لون بدخلهم على الغرزة الاخيرة بنفس الشكل كده، تمام. وطبعا بفصل الخيط اللي بشتغل منه.
هرتفع من الدور الجديد باللون اللي انا سحبته كده، فهرتفع بغرزة سلسلة واحدة لانه الدور على سطر غرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده. هرجع اكرر سطر غرزة الحشو، ارتفعت غرزة سلسلة واحدة، الف الشغل بتاعي في نفس مكان الارتفاع في اول غرزة، هرجع اكرر من بطرون الغرزة بس باللون اللي سحبته. ادي غرزة الحشو الاولى على الدور، بعد كده بشكل طبيعي وزي ما شفنا على النموذج هشتغل على كل فراغ بيقابلني خمسة غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهكرر على الفراغ اللي جاي. وصلت على نهاية الدور، شايفين بعد اخر فراغ اشتغلت فيه خمسة غرزة حشو. بنهي دور الحشو ازاي؟ على العمود الاخير في تالت سلسلة بشتغل اخر غرزة حشو على الدور. المرة دي لاني بغير اللون، دايما في الحلقتين الاخرى كده بسحب لون جديد، يعني غرزة الحشو الاخيرة هسحبها باللون المختلف بالشكل ده كده، وافصل اللون اللي بشتغل منه غرزة الحشو. وهرتفع دلوقتي لسطر اللوتس، برتفع بتلاتة غرزة سلسلة، هلف الشغل بتاعي وارجع اكرر زهرة اللوتس مرة تانية. بكررها فين؟ في تالت غرزة من الخمسة، واحد اتنين تلاتة، هلف الابرة وهشتغل زهرة اللوتس مكونة من غرزتين باف من تلات لفات ما بينهم تلات سلاسل بالشكل ده كده. ادي الغرزة الاولى تلات سلاسل وهشتغل الغرزة التانية، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده. اسحب الغرزة وغرزة حشو، هرجع اكرر من نفس الدور مرة تانية على تالت غرزة من الخمسة وهشتغل زهرة لوتس. زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة سهلة وبسيطة، عبارة عن تكرار لسطرين بس، وشفنا قد ايه سهل ان احنا نشتغلها من الوان مختلفة. كمان تقدري تشتغليها كل سطر بلون، بتبقى حلوة قوي على المشغولات. يعني من الغرز القيمة، اتمنى انه يكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم، وياريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كوليكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.